هكذا يعاني سكان حي المزرعة ببلدية ولاد موسى غرب ولاية بومرداس بسبب غياب كل متطلبات العيش الكريم، فلا قنوات صرف صحي ولا طريق مهيئة، وعن الكهرباء فاستفادتهم منها بالتقطير. الماء ديرونا يا اخويا، احنا حبينا نخلصوا، ما رناش خارجين طريق، اوني با ديور لا روحنا يا انا سيدي نخلصوا. والتريسيتي كيف بوطوات، انا ما نجموش يجيبوا لنا تريسيتي، يجي يديروا لي الكونتور في داري، معليش بصرف المياه هذا، معليش بهذا القناه هذو اللي راهم يديروا لي الكونتور، يديروا لنا الكونتورات في الديار تاعنا. والتريسيتي كاين حي فيه شحال ساكن ما فيهش تريسيتي، والبيجي تاعو كاين. دخان المفرغة العمومية الذي ينقص نهارا ويتصاعد ليلا هو الآخر نغص من حياة القاطنة، وجعلهم يستعجلون تجسيد مطالبهم التي لا تزال حبيسة الأدراج. عندنا مشاكل كبار في هذه الحومة هذه، عندنا ديجا المزبلة هذه، والله إلا كارثة. ما لقاوش يديروا لنا حل، ما حبوش يديروا لنا حل، يديروا لنا البيادن، الكوا من يجي ولا هنايا يهربوا. يجي ودو خطره في 10 ايام، خطره في سمانه ويهربوا، مشاكل كبار ورانا لحقتنا هنا، ما نجمنا نديروا والو. رئيس بلديه نورمالمون، رئيس بلديه يكون عنده المشاكل، يعرف المشاكل، رئيس بلديه ما ينجمش للزبل ما ينجملوش. ها؟ واش نديروا احنا المواطنين، احنا الطبقه هذه الضعيفه هذه واش نديروا؟ يرحم والديكم قولوا لنا واش نديروا؟ ما عندنا ما نديروا. سبحان الله. سياسة اللامبالاة التي تنتهجها السلطات المحلية في تهميش سكان المزارعة بولاد موسى تخالف تماما حديث وزارة نور الدين بدوي عن تقريب الإدارة من المواطن وسياسة الحوار، فأين هي الحلقة المفقودة هنا يا ترى؟